مشاهدينا، وللمزيد بشأن التقرير الذي أورده موقع The Intercept الأمريكي حول سرقة أسلحة أمريكية من قواعدها وأبعد ذلك، ينضم إلينا عبر سكايب من هلسنبرغ بالسويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد. مساء الخير. مساء النور عليك وعلى الجميع. أهلا بك. يعني موقع The Intercept الأمريكي كما ذكرنا كشف عن وقائع سرية تؤكد وجود عمليات سرقة طالت معدات عسكرية أمريكية حساسة منها طائرات مسيرة وغيرها في القواعد العسكرية الأمريكية داخل العراق وكذلك سوريا، إذا كانت هذه الأسلحة تصل بالنهاية إلى يد الميليشيات التي تريد بالنهاية طرد الأمريكيين، فهل نحن أمام إهمال جسيم من الأمريكان أم هناك تواطؤ في الأمر؟ طبعا الفرق التحقيقيه التي شكلها البنتاغون حول هذا الموضوع اشارت الى وجود تواطؤ واهمال، يعني في نفس الوقت التواطؤ هو عدم الابلاغ عن هذه الاسلحه فور اختفائها، والاهمال كان بسبب ان عمليات النقل التي تتم بين القواعد الامريكيه او من مكان الى اخر ضمن العراق وسوريا، وكذلك أشار التقرير أيضا إذا وجود نفس الحال سابقا في أفغانستان، عمليات النقل هذه أحيانا تتعرض إلى هجمات تؤدي إلى إعطاب العجلات التي تقوم بالنقل ثم سرقة محتويات هذه العجلات الناقلة، ويقوم المتعهدون بالنقل بالإبلاغ لكونهم لا يعرفون فعلا محتوى المواد التي ينقلونها، يقومون بالإبلاغ فقط عن إصابة العجلة التي تقوم بالنقل، لكن الإهمال الذي يحصل من الجانب الأمريكي هو عدم توضيح المحتويات التي تم سرقتها وأهميتها. هنا كانت الأسلحة هي الجزء الأخطر والأهم لأنها تحتوي على تقنيات ومعلومات عسكرية، إضافة إلى أحيانا تكون بعض الأعتدة التي يمكن أن يتم استخدامها للقتال في كافة الجبهات سواء ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو فيما بين الفصائل مع الأطراف الأخرى المعادية لها. ولكن بحسب موقع انترسبت فإن الخسائر الأمريكية جراء هذه السرقات، يعني هل يمكن التغاضي عنها وخصوصا إذا وصل المبلغ إلى 480 ألف دولار ما بين عامي 2020 و2022؟ هل يمكن أن تمرر مثل هذه السرقات دون رقابة في دولة ربما جزافا تعتبر نفسها دولة قانون وشفافية؟ بالتأكيد لا، يعني التحقيقات حينما بدأت نتيجة هذا الرقم الكبير من المبالغ، علما أن إجمالي ما تم حصره من مبالغ تم إهدارها في العراق وفي أفغانستان وفي سوريا تجاوز 150 مليون دولار، حيث لم يقتصر الأمر على الأسلحة فقط في أفغانستان، فقط كانت هناك عمليات بيع للوقود الذي يصل إلى القواعد الأمريكية من مصدره إلى القواعد الأخرى خلال عمليات التوزيع، حيث كانت هناك تحقيقات أكدت قيام الجنود الأمريكان القادة وبعض منهم من الرتب الصغيرة ببيع هذه الشاحنات بما تحتويه من وقود لأطراف ومتعهدين يعملون ضمن أفغانستان، ولكن في العراق كانت هناك عمليات أكبر، كانت هناك عمليات فساد للجيش الأمريكي في مشاريع عديدة ليست فقط التسليح وإنما حتى تجهيز القواعد الأمريكية باحتياجاتها ضمن العراق، لذلك المبالغ التي تم هدرها ممكن أن تكون في أكثر من طرف في الوقود والأسلحة، وإضافة إلى ذلك الاحتياجات والمستلزمات التي تقوم القواعد الأمريكية بشرائها من المتعهدين بمبالغ قد تكون يعني أعلى من المبلغ الحقيقي أو المقدر، وذلك بالتواطؤ مع المتعهدين العاملين لديهم. وهذا يقودنا إلى سؤال، أنه إذا كان المحققين الأمريكيين أكدوا أن الميليشيات الموالية لإيران هي المسؤولة عن هذه السرقات، بالتالي هل يمكن اعتبار ذلك جزء من صفقات سرية بين أمريكا وإيران كما حدث قبل شهرين في صفقة المحتجزين الأمريكيين؟ نعم، بالتأكيد هناك تساهل كبير من الجانب الأمريكي فيما يخص العلاقة أو التعامل مع التهديدات التي تأتي من الميليشيات في العراق،
هناك تهاون في الرد، هناك تهاون في متابعة مثل هذه الأسلحة المفقودة، هناك تهاون في استخدام العلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية لمعرفة مصير هذه الأسلحة، أو على الأقل معرفة حقيقة تسمية الجهات التي تقوم بالهجمات على هذه القوافل التي تنقل المعدات. ومن الجدير بالذكر أنه قبل يومين في خضم حديثه قال الأمين العام لعصابة الحق قيس الخزعلي من خلال أحد القنوات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالرد بقسوة أكبر على الفصائل العراقية الموالية لإيران، رغم أن هجماتها لم توقع ولا قتيل بين صفوف القوات الأمريكية. نعم وهذا يؤكد بأن هذه العمليات ليست الغاية منها الحرب، وإنما هناك قواعد اشتباك محدودة تلتزم بها الأطراف مقابل هذا التساهل الذي نراه من الجانب الأمريكي ضد الفصائل. فلا الهجمات التي تقوم بها الفصائل تؤدي إلى قتل جندي أمريكي، ولا الرد الأمريكي الذي سماه قيس الخزعلي بأنه رد مدروس على معسكرات فارغة للقوات الإيرانية، ولكنه أحيانا يكون بقسوة أكبر على نعم الفصائل العراقية. إذا يؤكدون بألسنتهم بأن هناك نوع من الاتفاق المخفي بينهم على كل ما يدور من صراع وهمي. وهنا هذا، هل يمكن أن نفهم أنه تمرير هذه الأسلحة للميليشيات بالوقت الذي يتحرك نوابهم داخل البرلمان لدراسة قرارات لإخراج القوات الأمريكية، هل هو نوع من الدعاية؟ بالتأكيد نحن تعودنا على الازدواجية في ما يقوله نواب هذه الفصائل وما يفعله القادة الميدانيين لتلك الفصائل. خلال الجلسات البرلمانية ودبلوماسية يتكلمون عن وجود اتفاقية أمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ووجوب أن يحترم العراق هذه الاتفاقية والعمل على حفظ سلامة وأمن البعثات الدبلوماسية ومن ضمنها السفارة الأمريكية في العراق. وأحيانا أخرى يطالبون بإخراج القوات الأمريكية من العراق والضغط على الحكومة العراقية لإصدار قرار بإلغاء تلك الاتفاقية. هذه التصريحات المتباينة تتفاوت بحسب مصلحة هذه الفصائل وبحسب الظروف التي تمر بها. قبل أن تصل هذه الفصائل إلى هرم السلطة، رأس هرم السلطة، تكون شعاراتها كلا كلا أمريكا، وبعض الهجمات التي تقع في محيط السفارة الأمريكية وما شابه ذلك. وبعد وصولها إلى السلطة تتكلم بنبرة أخرى. هذه الفصائل تعمل أحيانا على زعزعة الأمن والاستقرار في داخل العراق بحجة أنها تقوم بأعمال مقاومة للوجود الأمريكي، ولكن كل الضرر يقع على المواطن العراقي وعلى السياسة العراقية بشكل عام. لذلك الضرر لا يلحق القوات الأمريكية، ولكن دائما تكون هذه الفصائل تتخذ من صراعها مع الولايات المتحدة نعم. الأمريكية هذا الصراع الوهمي ذريعة لخلق شكرا لك. البلبلة وعدم الاستقرار في العراق. من هلسنبرغ بالسويد، الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية الأستاذ فرات خورشيد، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.